السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكلة بتقابل الناس من اللي بتعمل الكيتو دايت او النظام اللو كارب دايت اللي هو منخفض في النشويات، فجأة بيبقى التحاليل بتاعته مظبوطة جدا قبل ما يبتدي يعمل الرجيم ويبقى سعيد جدا وكله تمام، ويبتدي مثلا يعيد التحاليل بعد 3 شهور يلاقي الكوليسترول عنده هوب ضرب في السماء. طبعا بيجيله أزمة ويتضايق نفسيا جدا. كنت انا عامل اصلا دايت او عامل رجيم عشان ابتدي اظبط مثلا شويه ارتفاعات عندي، الكوليسترول مرتفع شويه صغيرين عندي، الكوليسترول اصلا حتى كان مظبوط عندي، وانا كنت بحاول اظبط مثلا السكر، وبتكون ازمه نفسيه شديده جدا. وانا شخصيا بالمناسبه حصلت معايا في بدايه ما انا ابتديت التزم، الكلام ده من 4 سنين وقبل ما ادرس الموضوع ده، وسالت في وقتها اطباء كتيره جدا ومحدش وصلني للسبب، وكنت محتار جدا. انا عندي الكوليسترول طول عمري مرتفع، انا عارف ليه رقم معين، انا عايش معاه كده ومتعايش معاه. فجأة عملت رجيم وعملت الدايت وابتديت اروح مثلا جيم، و7 شهور التزام تام، ونزلت في الوزن يجي 20 كيلو. حصل معايا شخصيا القصة دي، وبعمل التحاليل وجالي بالفعل صدمة، لقيت مستوى الكوليسترول والال دي ال مرتفع في السماء جدا، يعني كان رقم مبالغ فيه قوي. كنت في حيرة فعلا من امري، ان انا كنت بعمل كل حاجة صح، الاكل صح، مفيش لخبطه ابدا. يعني انا ايام ما كنت بلخبط قبلها ما كانش مستوى الكوليسترول مرتفع كده. وقتها بقى لسه ما كنتش درست التغذيه ولا اعرف ايه هو شكل الكوليسترول وعدد الكوليسترول والشكل الحلو بتاع الكوليسترول والشكل الوحش بتاع الكوليسترول، كانوا الكلمتين اللي احنا دارسينهم اللي هو ال دي ال الكوليسترول الضار والاتش دي ال الكوليسترول النافع. فين بقى بعد فتره لما مشيت في التغذيه وبدات ادرس الموضوع وتبحر فيه وفهمت القصه، والفيديو ده النهارده هو ردا على النقطه دي، انها بتكون فعلا مزعجه نفسيا لناس كتيره جدا. انا ماشي صح اصلا، ايه اللي يخليه يرتفع عندي؟ اللي بيحصل ان احنا عندنا الكوليسترول متخزن في الخلايا الدهنيه في الجسم عندك، تمام؟ لما بتبتدي تخس الخلايا دي بتبتدي تفضي اللي جواها، باختصار ده اللي بيحصل. فالحنفيه اتفتحت، الماسوره الام اتفتحت، فايه اللي بيحصل؟ الكوليسترول اللي في الخلايا دي بيبتدي ينزل في مجرى الدم. يبقى ايه؟ مش انتاج زاد في جسمك جديد، ولا جسمك زود كوليسترول او انتج كوليسترول بكميات كبيره. علشان كده وقتها مش مهم انك تاخد دواء كوليسترول لانه مش هيعمل لك حاجه. ليه؟ لانه ده مش انتاج من جسمك، كبدك ما بداش يكون كوليسترول بكميه كبيره. اللي حصل ان انت كان عندك كوليسترول متخزن في حته معينه مقفول عليه. لما ابتديت تخس، لما ابتديت تنزل في الوزن، لما ابتدت الخلايا الدهنيه دي تفش وتفضي اللي جواها، والدهون اللي معاها بدات تتحرق، فبالتالي الكوليسترول كله ده بدا ينزل فين؟ في مجرى الدم. لما تروح تعمل التحليل هتلاقي الارتفاع الكبير جدا في الكوليسترول ده، وده بنسميه ترانزيانت هايبر كوليستريليميا. يعني ايه؟ ارتفاع مؤقت في الكوليسترول. امتى بقى المؤقت ده وهينتهي امتى؟ طول ما انت بتخس كده هتعمل التحليل هتلاقيه عالي الكوليسترول عندك، لحد ما توصل للشكل المثالي اللي انت عايزه، لحد ما تتوقف عن النزول. هتوصل مثلا كنت 100 كيلو بقيت 80 كيلو وخلاص ثبت في المرحله دي، اقعد 3 شهور في المرحله دي وبعدها عيد التحليل، هتلاقيه ان شاء الله رجع مظبوط مره تانية. ليه؟ لان خلاص انت فضيت كل اللي في الخلايا اللي كان عندك جوه، كل اللي كان متخزن، الحنفيه اللي احنا قلنا عليها اتفتحت دي، الخزان كله قاعد يفضي ويرمي في مجرى الدم عندك. عشان كده الكوليسترول بينعكس في التحليل انه رقم عالي. ولكن انت دلوقتي ماشي اكل صحي كويس، ماشي حياه صحيه، وزنك بينزل، بتلعب رياضه، كل وتعمل صيام متقطع، يبقى انت هنا بتعمل ايه؟ بتحول شكل الكوليسترول السيء اللي موجود في جسمك للشكل الكويس. الكلام ده طبعا كنا عاملين عليه حلقتين من قريب بالتفصيل عن موضوع شكل الكوليسترول وعدد الكوليسترول اللي هو النمبر والسايز بتاع ال LDL او اللي بيسموه الكوليسترول الضار، وان هو ده المتحكم الاساسي في الامراض اللي بتجيلك. وقلنا كمان لما انت بتبتدي تلتزم وبتعمل كل الحاجات دي وزنك بينزل، لو عندك ضغط بيبتدي ينزل، الدهون الثلاثيه عندك بتقل، مستوى السكر التراكمي عندك بيقل، يبقى كل ده هيبتدي يظبط معاك. سواء انت ماشي على الكيتو دايت او اللو كارب دايت، تعمل حياه صحيه ونمط حياه صحي، هتلاقي كل الحاجات دي بتقل، ولكن الكوليسترول بس اللي هتلاقيه في وقتها مرتفع ومجنون زي ما احنا ما قلنا. ما تقلقش وما تخافش. ليه؟ لان كل الريسك فاكتورز او عوامل الخطوره الثانيه اللي هي اصلا بتحول الكوليسترول للشكل السيء عندك بتقل، كل البارامتر الثانيه بتقل. انت قاعد تبص مثلا الدهون الثلاثيه بتقل، الضغط عندي بيتحسن، مستوى الدهون الثلاثيه بدا يتحسن، الاتش دي ال بيزيد اللي هو بنسميه الكوليسترول النافع، مستوى السكر والسكر التراكمي عندي بيتحسن، اطمن، وزنك بينزل وبتلعب رياضه وصيام متقطع، اطمن. عشان نفهم القصه دي اكتر نرجع لفيديو الكوليسترول اللي انا كنت عامله من قريب، قلنا كل الحاجات دي. حتى لو الكوليسترول عندك عالي لا تقلق، لان الكوليسترول لوحده مش مشكله، هو في حد ذاته الكوليسترول مش ماده ضاره، ولكن لما احنا بنحوله بقى بالاكل الغلط، بالسمنه،
بالسكر الكتير، بالدقيق الكتير، بالنشويات الضاره الكتير، بالحلويات الكتير، بنخليه يتاكسد. يتاكسد وقتها بيبقى ضار. لكن احنا لما بنمشي على انظمه دايت صحيه، لما بنحاول نعدل من حياتنا كده، احنا متجهين في الاتجاه ان احنا بنحسن من شكل الكوليسترول اللي موجود في اجسامنا. كده احنا ماشيين في اتجاه ان احنا بنقلل من اكسده الكوليسترول، واحنا بنحافظ عليه حتى لو مرتفع في الشكل الكويس. اتمنى ان شاء الله تكون الاجابه دي واضحه، لان السؤال ده او المشكله دي بتطلع مع ناس كتيره جدا، وخصوصا الناس اللي بتمشي على الكيتو دايت او الانظمه المنخفضه جدا في النشويات، او لما بيعملوا التحليل زي ما قلت بيجي لهم صدمه فعلا. في ناس لدرجه انها بتتضايق وممكن يقول لك الرجيم ده غلط، خلاص ده بيخاف ومش عارف في ايه، والدكتور مش هيوجد له تفسير للحته دي، هيجي على طول يقول له الكيتو دايت اللي انت ماشي عليه هو السبب. اه هو السبب، ولكن مش سبب مقلق. لو انت عرفت السبب الصح وليه حصل كده، هتفهم ان بعد فتره ان شاء الله دي فتره انتقاليه وهتخلص وهتعدي باذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.